سادات كان على اتصال دائم بكل الجهات، عمره ما يقطع الاتصال، الأبواب كلها مفتوحة عند السادات. استطاع أن يخدع إسرائيل السادات، يخدع إسرائيل، لأنه إحنا مو حول الحرب. يعني هذاك عبد الناصر كان إحنا مستعدين وحنرميكم في البحر، قالها قبل الحرب يعني بأيام. هذا ما يقول الكلام هذا، قاعد يطمنهم. وإحنا في رمضان، فهم شلون؟ وإحنا يعني شهر عبادة هذا، شهر كذا وشهر، وقاعد يستعد لعبور القناة، تحرير سيناء، ضرب الجيش الإسرائيلي، 500 قتيل من ضباط الجيش الإسرائيلي في أول يوم من العبور. فدخل عليهم السادات وفاجأهم.